فشوفوا بعينكم مشاهدينا الكرام الكم الهائل ديال المستخدمين واليد العامله اللي كاينه في هذا البرج اللي كتخدم في هذا البرج. فهذه غير لقطات قليله فقط، وغادي تشوفوا معايا المئات العشرات والمئات ديال المستخدمين اللي كيخدموا لنا في هذا البرج. اللهم بارك يد عامله، وكل يد عامله وكل مستخدم وكل عامل مصمم مهندس مؤطر مهندس سيكوريتي حساس او لا اي دور عنده اسره هزه معها. فهاد السيارات اللي كتخرج حاليا كل سياره فيها 6 الناس 5 4 3 شاحنات حافلات كاميوات رموكات، اللهم بارك. فمن منافع هاد المشاريع الكبرى هي الحمد لله، فالتي يقول لك هاد البرج ديال الشعب فخطأ فادح، لأن الحمد لله البرج ديال جهة خاصة هي اللي تفضلت وبغات تبنيه وسمته باسم وتفضلت باسم الملك محمد السادس اللهم بارك. شاهدوا معايا مشاهدينا الكرام العدد الكبير ديال المستخدمين اللي كيخرجوا حاليا، فتبارك الله المئات بل الالاف الالاف اللي كتخدمه في هذا البرج، فاللهم بارك وزيد في ذلك. اذا هذه غير فقط صوره من البوابه خاصه بالمستخدمين اللي خدامين حاليا باجور الحمد لله اللي كتشرف المستخدم المغربي ولله الحمد. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ما هذا العالم مشاهدينا الكرام. سيادنا السلام عليكم، الجديد ثم الجديد، اخوكم سيمو من قناه مشاريع المغرب يحييكم. 10 ايام غبرنا عليهم ايضا، تم هناك الجديد. اهلا وسهلا بكم، حفظكم الله حفظكم الله. شوف لك واحد الجويجات مانين قشعتهم والله تقشعتهم. أنا الحياة لهنا وراحة البال ومكالمين. شي الحياة ما شاء الله، ذكر وأنثى ما شاء الله عليكم مشاهدينا الكرام. فأهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناة مشاريع المغرب. هذا أخوكم سيمو كيحييكم من هذه القناة الجميلة والرائعة والوطنية، قناة البناء والتشييد. كنتواجدوا مباشرة تحت أسفل قنطرة الفيدا، ولهي كاينة قنطرة مولا يوسف راهية. وهنا كاين جسر خاص بالسكة الحديدية، والمشروع الحالي اللي قريب ينتهي هو هذا الكي المرفأ النهري ومجموعة ديال المعطيات جديدة بحول الله، ومباشرة برج زين سمية برج محمد السادس اللهم بارك. يا سلام يا سلام، شي تزغريت عليها يا سلام، اللهم بارك. أشغال قريبة تنتهي، يلا أجيو نطلعوا الفوق باش تشوفوا أكثر ونفهموا أكثر. مشاهدينا الكرام، والله أخوتي ملي كنشوف شي حاجة تزادت في هذه البلاد، شي حاجة ديال البناء والتشييد والتقدم والازدهار في جميع المجالات، والله كنفرح. واخا أنه هذا الشيء أنا راه ما دياليش وماشي في ملكي وما نقدش أنا على هذا الشيء، لا هذا الشيء اللي كيتصاوب لتحت، لا هذا الكومبلكس ولا البرج، ان هذا الشيء ما غنقدش عليه، وعدد من المغاربه ما غاديش يقدوا عليه، ولكن الحمد لله كاينين المغاربه اللي قادين عليه. وملي كتشوف هذا الشيء وكتفرح وبهذه المشاريع التنمويه اللي كتكون في المملكه المغربيه والرجال اللي كاينين كيبنيو وكيشيدوا وكتشوف بانه كاين الجديد، هذه علامه من علامات انك على الطريق الصحيح وان قلبك به نطفة من إيمان بأنك كتبغي الخير. لأنه لا يكون المؤمن مؤمنا، راه ملي كتشوف شي حاجة واخا ماشي ديالك واخا ما تقدش عليها وكتفرح ليها، هذا علامة من اكتمال الإيمان. واسمحوا لي أخوتي راه ما فقيهش، ولكن
الغرض من هذا الشيء هو اننا خصنا نكونوا كنحبوا ارضنا ونحبوا بلادنا. هذا هو من هذا هو الهدف من القناه. غتقولها قال واحد السيد انا راه غيداوي وغادي ويجي واحد النهار اللي ما غنبقاش معكم، اكيد ما غاديش نبقى معكم في هذه القناه مشاهدينا الكرام. الجديد وهو هذا المرفأ النهري، الميناء النهري او البور او الكي او لا موقف خاص بالزوارق او اليخوت، سميوه كيف ما بغيتوا تسميوه. فالحمد لله كاين تغيير جذري، لاحظوا معايا نظرة شاملة ونعطيكم التفاصيل. الملامح كنعطيكم واحد الصوره اوضح، الملامح الكامله بدات بالدور وغادي نعطيكم التفاصيل نشرحوا كيفاش شنو كاين هنايا، ومن بعد غادي ندوزوا للكومبلكس اللي خدامين عليه حاليا، ومن بعد غادي نتكلموا على البرج. هنا الملامح ديال هذا الكي، هذا المرفأ الحمد لله بانت، يعني واحد النسبه كبيره ديال الاشغال اللي وصلت تقريبا ما بين 70 حتى ل 75%، اللهم لك الحمد. حاليا الدرع الاول الكي الاساسي هو هذا، ها هو امامكم. توضعت عليه كتل خراسانيه بنفس الحجم ومشات على هذا المستوى، ها هو لاحظوا وشفتوا معايا الطريقه اللي تصاوبوا معها بها هذا باش تبيكاو في الارض. وحاليا كيتمموا العمليه من المكعبات الاسمنتيه الخراسانيه، راه هي هذه مشاهدينا الكرام. اذا ها هما، اذا هي هذه خدامين حاليا تعموا الاسناد، واحد الرافعه العملاقه راه هي في الجنب ديالها بالاصفر. هي اللي كتهز لهم هذوك المكعبات وكتحطها في المكان ديالها. هذا الصف الاول، الدرع الاول. من بعد حاليا الدرع الثاني هو هذا، راكم حضرتوا معنا كيفاش تخدموا النهار الاول، كيفاش كانوا كيصاوبوا الطريقه، هذا السور هذا الاسمنتي خراساني، ايضا درع واقي من تسرب المياه. اهلا، كي داير؟ اهلا، باس عليك، الله يحفظك اخويا الزين. هذا من الناس اللي كانوا معنا في الجسر، تبارك الله عليهم، الناس ديال فريق اس جي تي ام، اللهم بارك وزيد في ذلك. هنا السور هو هذا مشاهدينا الكرام، راه حتى هو غادي بواحد النسبه كبيره، وعمليه التركيب ديال لي بانو راه نفس الخدمه اللي كاينه هنا هي اللي كاينه تما. لاحظوا معايا فين كاين الكومباكت، اذا بقى لهم غير تما فديك المكان. واش غادي يخليه مفتوح؟ كنظن هذاك المكان ربما يقدر يكون مفتوح، هذا المكان هذا فين كاين الكومباكت ربما يكون مفتوح، هو اللي غيكون الولوج الى البرج. احتمال غادي يكون مفتوح، علاش؟ لانه في كاين الكومباكت راه مازال النيفو غادي يطلع. ايه وحده وتبعوا معايا مشاهدينا الكرام، راه النيفو هذا كله غادي يطلع. دابا حاليا التوفنا كاينين جوج ديال الاليات، حاليا كاينه الكومباكت وكاينه التوفنا، منين تحطات ها النيفلوز هي كدريسي لينا هاد التوفنا، ومن بعد كتجي الكومباكت اللي كتكومباكتي. وغادي هاد التوفنا راه غادي يطلع، راه غادي يطلع غطلع 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 حتى توصل لهذا المستوى هذا. هنا فين كاين تما فين غادي توصل، حالة الشيء غادي تطلع بحال وغادي. اذا دابا كنشرح لكم كيفاش هذا الشيء غادي يكون ان شاء الله بحول الله، والخدمه زعما الله يعطيهم الصحه. كاين واحد المربط خاص هنا، واحد المربط خاص الناس ديال البحر راه غادي يعرفوه فين غادي تربطوا لي زودياك او اليخوت اللي غادي يوقفوا هنايا، ها هو بالكورداج انا غنوريه لكم.
شفتوهم مشاهدينا الكرام، راه كاين واحد هنا وكاين واحد ليه وكاين، المهم غيكونوا متفرقين، راه كيصاوبوا لهم البلايص ديالهم بحول الله. اذا كي جميل صراحه وانيق داك الشيء في المستوى صراحه. وراه الاشغال لما غتنتهي راه تحت الجسر، وهذا الشيء كل شيء غادي يتقاد وغادي يكون ان شاء الله بحول الله واحد الحله تليق بضفتي ابي رقرق، اطار استراتيجيه تهيئه واد ضفتي ابي رقرق. بالنسبه للناس اللي كيسولوا كيكتبوا في التعاليق، وشفت مجموعه ديال المواقع الالكترونيه والجرائد الالكترونيه كيتكلموا على بدايه الاشغال بجانب المسرح، وكيقولوا بان الاشغال ديال مجموعه فنادق رويال راه بدات الاشغال. مشاهدينا الكرام حاليا راه ما كاين حتى شي حاجه، اللي كاين وهو تحويط المكان، التسييج ديالو لا اقل ولا اكثر. شوت السياج راه المسرح حتى هو بجنبه، راه الاشغال لما تنطلق مشاهدينا الكرام، راه التحويط ديال السياج راه ماشي معناه ان الاشغال بدات، عكس ما هو متداول. راه ملي غتدخلوا الاليات وتدخل البوكلان وتدخل الحفارات ويدخلوا الجرافات ويدخل المعدات ويدخل الماتيريال وتبدا الحراقيه، ديك الساعه كنسميو بدايه انطلاق الاشغال. اما حاليا المشاهدين الكرام راه ما كاين حتى شي حاجه، داكشي علاش كنبغي ناكد لكم المصداقيه في القناه لابد منها. وتحيه للمراه المغربيه، لاحظوا معايا هنا تحيه للنساء العامله، المراه المغربيه اللي صحات كتبرهن وكتبين على الكفاءه ديالها، اللهم بارك وزيد في ذلك، تحيه لهم. ايضا اجيو معايا مور هذا السور، مور هذا السور ايضا كاينه اشغال، لاحظوا معايا هنا حتى هي راه النيفو ديالها كيتكومباكتا هنا، لاحظوا معايا هنا من اللور، الله يتقبل. الله يتقبل يا رب، دين ودنيا عبادة، اللهم تقبل منا ومنهم وتقبل صالح الأعمال. هذا هو المغرب اللي بغينا، الإنسان كيخدم على دراعه، كيخدم كيجتهد وكيعطي واحد الصورة إيجابية بينه وبين الله وبينه وما بين المسؤول ديالو، هذا هو المراد. إذا مشاهدينا الكرام، خلف السور، خلف هذا الدرع الثاني، دروع إسمنتية خراسانية، ربما الوادي طلع أو لا بحال هذا الشكل، ما تعرفوا شنو كاين الماريا هذه ايضا كتكومباكت هنايا، وان شاء الله هذا الشيء كلشي عمر، وهذا الشيء كلشي غادي يكون في واحد الاطار، في واحد الاستراتيجيه، كلشي غادي يتقاد وغادي تعطى واحد الحله انيقه وجميله. اذا بالنسبه للكي شفنا اخر المستجدات، اجيو نشوفوا اشغال ديال. السلام عليكم. بالنسبه للكومبلكس مشاهدينا الكرام، لاحظوا معايا حتى الاشغال الكبرى، الاشغال الكبرى راه ما بقاتش، لاحظوا معايا فقط الفينيسيون هو اللي خدامين عليه، الفينيسيون هو اللي كاين. هذا الكومبلكس عباره عن هونغار، عباره عن مظله ضخمه كبيره، حاليا كيغطيو السقف ديالو، اشغال على السقف ديالو، اللهم بارك، اللي غيكونوا فيه متاجر ومطاعم وعده مرافق تجاريه ومتنوعه وترفيهيه، اللهم بارك. هنا ايضا غادي يكون المداخل ديال المرعب تحت ارضي السوسول ايضا. كذلك وضع حدائق او جرده الغازون قدام، اللهم بارك. لاحظتوا معايا مشاهدينا الكرام، غادي تكون واحد الفضاء، واحد الهول، واحد الباو جميل مباشرة أسفل هذا الكومبلكس. فقط الاشتغال بجنبات هذا الكومبلكس، حراقية نايضة، المراحل النهائية دخلنا السرعة القصوى، لاحظوا معايا
هنا غيكون جنبات البرج اللي غتكون مباشرة على محادية للطريق أو الشارع الرئيسي هاي الحوالة. باب الجرادي غيكون مدخل، غيكون طريق. الله يسخر. مشاهدينا الكرام، بغيت نجاوب على مجموعه ديال الاخوان او الناس اللي كيعلقوا تيقولوا بان البرج، بالنسبه للبرج فحسب ما وردني انه الحراقيه نايضه تما خدامين على لانستالاسيون والفينيسيون ديال مجموعه ديال المكاتب والادارات والشقق والفندق والكابس والجليج والرخام والانستالاسيون ديال البيروتيك وديال التليكومونيكاسيون الفيبروتيك الاناره سيكوريتي سيستم الارم. اللهم بارك. الحراقيه نايضه، الفينيسيون كيشد اليد لانه راه تبارك الله شحال من شقه عندنا وشحال من طبق وشحال من سنسور، مجموعه كبيره من المصاعد ناهيك عني. كاين عندنا فوق واحد البرج في القمه خاص بالاتصالات اللي غادي نتكلموا عليه لاحقا. اذا هذه نظره شامله على اخر اخبار ومستجدات ملحقات برج محمد السادس. اللهم بارك وزيد في ذلك، الله يبارك لنا في هذه الاعمال وفي هذه الاشغال. مشاهدينا الكرام، ما تنساوناش من لايك. هذا اخوكم سيمو من قناه مشاريع المغرب، يحييكم. الى اللقاء يا اصدقائي.